الجلسة النسائية في بلدة أجار بالتعاون مع قريناتها على مستوى بلدات وادي عتبة، نظمت هذه الأمسية للشعر الشعبي تحت إشراف المجلس البلدي أجار وبمشاركة أكثر من 20 شاعرة من أجار وجاراتها تساوى ومرحبا وصبيطات. شاركنا اليوم في هذه الأمسية الشعرية التي تقوم بها بلدية وادي عتبة برعاية الجلسات النسائية، والتي كانت الأولى من نوعها أول مرة، وكانت طبعا مشاركات شعرية من معظم نساء وادي عتبة، مناطق وادي عتبة. تنوعت قصائد الشعر الشعبي في الأمسية وعبرت في مجملها عن حب الوطن وما يشهده من جراح، وعن أهمية المرأة ودورها الأم والأخت وشريكة الحياة. وتخللت الأمسية كلمات عبرت عن أصالة الموروث الثقافي للمجتمع في ربوع الجنوب. هذه أول مشاركة لي في الأمسية الشعرية، الصراحة مشكورين على هيه البادرة اللي قدموها، لأن ما شاء الله الحق فيه واجد مواهب زي هيك، لكن الله غالب ما في دعم ممكن، لكن إن شاء الله تكون هذه الفرصة الأولى وتكون من بعدها فيها إن شاء الله. مشاركتي إن شاء الله بأبيات شعرية عن الأم، كذلك عن الوطن، نهديها يعني للوطن وأبناء الوطن، وإن شاء الله ربي يلم شملنا وإن شاء الله تكون تنال إعجاب الحضور إن شاء الله. حظيت الأمسية بحضور جمع من الأمهات والفتيات، وتهدف إلى الحفاظ على الهوية المحلية من خلال الاهتمام بالقصائد على اختلاف لهجاتها الليبية، وتأمل المشاركات أن تتاح لهن الفرصة لصقل المواهب للمشاركة في المحافل الوطنية والدولية.